الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى رجل متهم كي يؤتى به كي يقتل، فما وجدوه فأتوا بأخيه. أتوا بمن؟ بأخي هذا الرجل. فقال له الرجل: أخي الذي ظلم، أنا ما ليش ليس لي دخل بأخي، أخي الذي ظلم هو الذي يعاقب، لماذا أتيت بي؟ قال: أما ذكرت قول الشاعر رب شخص أخذ بجريرة أخيه؟ قال: هذا قول الشاعر، لكن قول الله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. فقال الحجاج رغم ظلمه: صدق الله وكذب الشاعر. مع الحجاج كان مشهور بماذا؟ بسفك الدماء. وأمر مناديا أن يخرج ينادي في الناس: صدق الله وكذب الشاعر. ورد الرجل إلى بيته وأجرى له العطاء الذي كان يعطيه سنويا، ولم يمنعه من العطاء. فنذكر المسؤولين، نذكر الناس بقوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا كلام الله سبحانه. فإذا كان شخص متهم، لماذا تضرب أمه مثلا؟ ما ذنبها أنها تضرب؟